للمزيد ينضم الينا الان عبر تطبيق زوم السيد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير الذي ينضم الينا الان مباشره. استاذ مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك. بيت يحميني وفق المسمى له حتى تسميه ناعمه ورقيقه للغايه لتقديم الدفء لمستحقيه للاسر في قرى الريف المصري، من اين اتت الفكره وكيف تمضون في تنفيذها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه هي قالت الفكره في من رحم المبادره الرئاسيه والاكبر زي ما حضرتك اشرت، مبادره رئاسيه حياه كريمه لتطوير الريف المصري. القطاع الخاص الحقيقه كان رصد بعض التدخلات في قرى محافظه الوادي الجديد، سواء بورميشين سبعه او قريه الجزائر في مركز باريس ومركز الخارجه، والحقيقه كان في تحرك سريع لحصر المنازل المتهالكه والمحتاجه الى اعاده الهدم والبناء ورفع الكفاءه، وده كان بالنسبه لنا يعني شيء مهم جدا للدور المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص، ويكون شريك رئيسي مع المجتمع المدني وينفذ نفس تدخلات المبادره الرئاسيه حياه كريمه. وده تم بالتنسيق مع السيد محافظ الوادي الجديد، وايضا في بعض القرى في اسيوط وسوهاج ان شاء الله يتم العمل عليهم بنفس التدخلات، كما اشرت حضرتك في التقرير عن تدخلات في قطاع سكن كريم، وان الاسر تكون بتسكن في اماكن ادميه وكريمه، وايضا خدمات طبيه متعدده، وده الحقيقه حصل في قوافل طبيه على مدار الاسابيع الماضيه، وتوزيع المواد الغذائيه، وايضا تقديم بعض المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر علشان يكون لهم مصدر دخل، وده تمكين اقتصادي للاسر بيتم بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي، وايضا دور القطاع الخاص في هذه المبادره. طيب سيد مصطفى، هو يعني مصر دولة كبيرة، طبعا كبيرة قدرا ومقدارا، لكنها على مستوى المساحة الجغرافية مليون كيلومتر مربع، الجانب الأكبر من هذه المساحة مغطاة ضمن مبادرة حياة كريمة وكل المبادرات المشمولة ضمنها. كيف يمكن الوصول إلى هذه المناطق من الوادي الجديد إلى مطروح إلى محافظات في الدلتا إلى أقصى الصعيد؟ يعني مسألة تبدو صعبة للغاية، لكن الوصول إلى قاعدة بيانات محكمة وسليمة بهذا القدر كيف تتأتى؟ الحقيقه بنعمل دراسات متانيه وواسعه لكل القرى المستهدفه في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وبنعمل حصر للاسر دي على مدار الشهور الماضيه، والحمد لله رصدنا اكبر عدد ممكن بمراجعه مع وزاره التضامن وبرنامج تكافل وكرامه، وايضا بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه عشان نوصل للاسر المستحقه من هذه المبادره. المبادره كما فهمناها وكما تابعنا هناك اسهام مباشر من مؤسسات المجتمع المدني من القطاع الخاص ضمن ما يعرف بالمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص والكيانات الكبرى. أي إسهام يقدم من قبل هذا القطاع تحديدا، القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني وهي شريك أساسي في فعاليات هذه المبادرة؟ خليني أقول لحضرتك أن الدولة رصدت في مبادرة حياة كريمة لل 4500 قرية وأكثر من 30 عزبة وناجع ما يقرب من 700 مليار جنيه، ولكن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص لازم يكون شريك رئيسي في دعم الدولة لهذه التدخلات الضخمة، وهي أكبر مبادرة على مستوى العالم حتى الآن في خدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. معلش أنا آسف على المقاطعة أستاذ مصطفى، أنا آسف، لكن الصور اللي بيعرضها الزملاء لمبادرة بيت يحميني ولفعاليات حياة كريمة تظهر كيف يمكن الوصول إلى هذه المساكن أو ما يمكن أن توصف بالمساكن، كيف يمكن الوصول إلى هذه القرى النائية أو القرى الحدودية أو القرى في أطراف مصر إلى آخر شارع متفرع من آخر شارع في أصغر قرية في أي محافظة مصرية. عمل حقيقة راقي وراقي للغاية، الصورة هي فقط التي قادتني وأجبرتني للتعليق عليها، وأنا أعتذر من حضرتك على المقاطعة لتكمل أستاذ مصطفى. لا لا بالعكس، تدخل حضرتك مهم جدا، لأن بالفعل زي ما حضرتك أشرت الفرق الميدانية من مؤسسة صناع الخير ومن شباب المبادرة مؤسسة حياة كريمة الحقيقة بيعملوا ليل نهار في الرصد الميداني والوصول للأسر الأكثر استحقاقا من أقصى جنوب مصر إلى الشمال وغربا وشرقا، ويمكن ده الحقيقة حصل الفترة اللي فاتت في مناطق حلايب وشلاتين وسانت كاترين والنوبة ومرسى مطروح، ووصلنا للوادي الجديد في أفقر القرى وأكثر الأسر احتياجا داخل القرى الفقيرة أو القرى الأكثر احتياجا. والحقيقة زي ما حضرتك أشرت أن وصول للبيوت والشوارع وأقصى الوديان اللي موجودة في المليون مليون كيلو متر مربع المساحه الضخمه ديت، والحقيقه فيها اماكن متفرقه كتير جدا لازم نوصل لها، كان لزاما علينا ان احنا نتحرك في كل المناطق ونصل بشكل سريع للمناطق الحدوديه بالتحديد. زي ما حضرتك اشرت شويه في التدخلات اللي بتحصل في الصعيد، ودي نسبه ضخمه جدا، وكنت بنشير الى
اهميه مشاركه القطاع الخاص، وده اللي احنا بننادي بيه دايما كمؤسسه مجتمع مدني. دعم القطاع الخاص واجب على كل الشركات ورجال الاعمال والبنوك وكل من يعمل في مصر في دوره في خدمه كل الاسر. الدوله بتقوم بمجهود جبار، اول مره في تاريخ مصر بيحصل ان بيحصل تدخلات في كل الريف المصري على مدار 3 سنين. النهارده الميزانيه المرصوده على الخطط الاستراتيجيه للمحافظين والمتابعه الجيده اللي بتحصل مجلس الوزراء برعايه يمكن مباشره من دوله رئيس مجلس الوزراء ومتابعه يمكن شبه يوميه من فخامه السيد الرئيس، بيجبر كل الناس ان هي تشارك، لان احنا كنا الاول في فقدان ثقه ما بين الدوله اجهزه الدوله وما بين المواطن والاجهزه المجتمع المدني والقطاع الخاص. النهارده بنتشارك ونتشابك جميعا في خدمه المواطن خدمه حقيقيه وجديه على الارض. لما بنلاقي معدات والات زي ما اتكلمت عن صمت بحري، احنا يمكن في صمت بحري وفرنا اكثر من 30 مركب صيد وانشاء ثلاجه اسماك من صناع الخير بالشراكه مع احد البنوك، وده كان دور مجتمعي للبنك. نعم. النهارده في دورميشين 7 وفي الجزائر في مركز باريس والخارجه، وايضا بالشراكه مع القطاع الخاص كنا بنعمل في النوبه لتطوير الحرف التراثيه واليدويه وهي داخله في مبادره حياه كريمه مصر. يعني انا استاذ مصطفى، الصوره في اوقات كثيره تغني عن كلمات عده، لكن الشرح الانيق المحترم اللي حضرتك تقدمه عن طبيعه ما يمكن ان يقدم، الصوره تأتي تبيانا لكل هذا الشرح. صحيح. والصورة تغني عن ألف كلمة. الصورة التي كان يعرضه لها الزملاء في مناطق مختلفة، لا فرق هنا بين مناطق حدودية ومناطق في دلتا مصر أو في صعيدها، أبواب أمل حقيقية تفتح كما تفتح الآن، ولن يوصد باب خير في أي قرية من قرى مصر طالما أن هناك مشروعا متكاملا ليس من حق المصريين بل لزاما عليهم أن يعيشوا هواء نقيا وأن يعايشوا بيئة صحية وسليمة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، كان معنا عبر تطبيق زوم. شكرا جزيلا لحضرتك.